شاب شغال في شغلانه محترمه جدا مع زميلته في الشغل ومعجب بيها وراح يتقدم لها. واول ما تقدم لها في اول زياره في البيت اكتشف مشكله صغيره نغصت على حياته، ان البنت اللي عايز يرتبط بيها اخوها طفل لون. الشيطان هنا مسكتش وقعد يفكر ويقول له اه انت كده كل اطفالك اللي هتخلفهم البنت دي هيبقوا اطفال داون زي اخوها. حلقه النهارده اجابه لسؤال جالنا كتير جدا جدا، افهم حضراتكم تخيلوا، انا عايز اتجوز واحده واخوها طفل داون وخايف الاطفال يبقوا داون. طبعا العكس موجود، واحده عايزه تتجوز وخطيبها اكتشف ان اخوه او اخته طفل داون، يعملوا ايه؟ انتظرونا بعد الفاصل عشان نجاوبكم على السؤال ده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم قصه وحكايه، واللي بنعرض فيه قصص اللي بتتردد علينا في عيادات الوراثه. قصه النهارده ببساطه قصه بدات تظهر وتتكرر كتير. شاب محترم في شغلانه محترم مع زميلته بتشتغل معاه في مكان محترم، اعجب بيها راح تقدم لها في البيت بشكل عادي طبيعي، اكتشف ان اخوها طفل دوت. هنا بدا يخاف وبدا القلق يخش في العلاقه ما بينهم، وبدا يفكر طب هو انا كل اطفالي هيبقوا دون زي اخو خطيبتي ولا لا؟ علشان كده حلقة النهاردة مهمة ان احنا نجاوب عليه ونهدي من روعه ونخوفه ونجاوب على كل الناس اللي مرت بالتجربة. تمام؟ طيب اول ما بيجي لي الشاب من دول بسأله سؤال واحد بس، هو نوع الطفل الدون اللي عند اخو خطيبتك ايه؟ فهو بيستغرب يعني ايه نوع الطفل الدون يا دكتور؟ قال له لا خد بالك من حاجة، ان الطفل الدون انواع، واحنا كنا شرحناها قبل كده في حلقة، هنحط اللينك بتاعها في الوصف وتقدروا توصلوا لها في البلاي ليست بتاعت الطفل الدون على قناتنا على اليوتيوب. الطفل الدون انواع، عندنا ثلاث انواع. فبنسأله هو نوع الطفل الدون فيهم ما اعرفش، يقول فبقول له ببساطه خالص كده هترجع لخطيبتك تستاذنها تقول لها انا محتاج تحليل الكروموسومات بتاع اخوكي، تحليل الكروموسومات او تحليل الوراثه. طيب جبت تحليل الكروموسومات، بنبدا نحطه قدامنا ونبدا نشوف نوع الطفل الدون. طيب نوع الطفل الدون بتاع اخو خطيبتك يفرق في ايه؟ لا يفرق كتير، ركز كده معايا ورقه وقلم واكتب ورايا. احنا عندنا ثلاث انواع للطفل الدون. اول نوع بنسميه النوع المختلط. النوع المختلط، النوع المختلط ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان بعد ما الحيوانه وخسر البويضه وكونوا الجنين، الام وهي حامل في الجنين اتعرضت لحاجه اثرت على الجنين فعملت الطفل الدون. طيب هل النوع ده وراثي؟ لا. يعني هل النوع ده ممكن يتوارث؟ لا. يبقى لو اخو خطيبتك النوع المختلط اتفضل روح اتجوزها بمنتهى الهدوء وان شاء الله ربنا يكرمكم باطفال سليمه والموضوع ملوش علاقه بيكم تماما. نيجي للنوع الثاني اللي هو اشهر نوع في الاطفال الدون، 95% من الاطفال الدون على مستوى العالم هو النوع ده، اللي هو النوع ايه؟ النوع الثلاثي. طب النوع الثلاثي بيحصل ازاي؟ النوع الثلاثي بيحصل في مشكله في بويضات او الحيوانات المنويه بتاع الاب والام، ملوش علاقه بالابناء. الام والاب قبل ما يحصل بينهم التخصيب بين الحيوان المنوي وبويضه بيبقى عندهم مشاكل، يا اما في بويضات يا اما في حيوانات منويه، مشاكل في الانقسام فتكون الجنين وهو عنده كروموسوم زياده، كروموسوم 21 وعنده حاجه اسمها ثلاثي 21. طب النوع ده نوع وراثي؟ مش نوع وراثي. يعني ايه مش نوع وراثي؟ يعني لا يتوارث، يعني اساسا ام خطيبتك دي ممكن تخلف اطفال ثانيه سليمه من غير اي مشاكل كتيره جدا حتى بعد الطفل الدون. تمام كده؟ يبقى لو اخو خطيبتك النوع المختلط او النوع الثلاثي يبقى النوعين دول ليس لهم علاقه بيك، تقدر انت وخطيبتك ان شاء الله ربنا يكرمكم بعد الجواز تخلفوا 50 عيل سليم باذن الله. النوع الثالث بقى هو اللي فيه مشكله، لو النوع اللي عند اخو خطيبتك اسم النوع المتراكب. للاسف النوع ده لا، ده بيبقى موجود في خلايا الام او خلايا الاب، وممكن في كل حمل يجيبوا اطفال داون او اطفال طبيعيه 100% او اطفال طبيعيه ظاهريا بس شايلين المشكله جواها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو اخو خطيبتك النوع المتراكب ممكن تبقى خطيبتك حامله المرض وتورثه للاطفال بنسبه تصل الى 15% في كل حمل. طب وقتها تعمل ايه بقى انت؟ بمنتهى البساطه هتقول لخطيبتك انا هستاذنك ان انا وانتي عشان ما تعملهاش برضو احراج، انا وانتي هنعمل تحليل كروموسومات. بمنتهى البساطه تحليل الكروموسومات ده هيفرق بايه؟ لو تحليل الكروموسومات بتاعك انت وخطيبتك سلام يبقى كده الحمد لله انتوا ما عندكمش اي مشاكل وتقدروا تخلفوا زي ما انتوا عايزين اطفال طبيعيه زي ما انت عايز. طيب لو تحليل الكروموسومات بتاع خطيبتك طلع النوع المتراكب اللي احنا بنقول عليه اللي هي حامله في النوع المتراكب، يبقى المشكله هتتكرر عندك في كل حمل بنسبه 15%، تقدر وقتها تاخد قرار تكمل معاها او لا. طيب هنا في حد بيسمع الفيديو هيسال السؤال دلوقتي، انا عارف السؤال، هو بص على لسانه هيطلع دلوقتي اهو. طب انا يا دكتور انا كنت نفس الظروف دي وللاسف خلفت طفل داون، طب انا ليه حصل معايا طفل داون؟
اللي بيسأل السؤال ده ببساطة لأن أنت في النهاية أنت وخطيبتك كونتوا أسرة، أنتوا زي أي أسرة عندكم نسبة حدوث مشاكل وراثية، لكن ما ينفعش كل حاجة تحصل عندك تربطها بأخو مراتك. هي دي النقطة الأساسية. ليه؟ لو أخو مراتك النوع الثلاثي وجيت أنت وخطيبتك وخلفت طفل نوع ثلاثي، ده ملوش علاقة بده تماما، ده بره، ده تمام تمام كده. يبقى إذا لو أنت خطيبتك رحت تقدم لها ولقيت أخوها عنده ده طفل متلازمة الدون، أو أنت خطيبك تقدم لك واكتشفت إن أخوه أو أخته عندهم متلازمة الدون، بمنتهى البساطة الحل الأبسط خالص تستأذنوا بعض لو سمحت وتبقوا صراحة مع بعض، احنا هنعمل تحليل كروموسومات احنا الاثنين مع بعض، وعلى حسب النتيجة هنقدر نحدد لحضرتك هل هتقدر تخلفوا اطفال طبيعي ولا لا، ولو هتخلفوا اطفال دون هيبقى نسبتها قد ايه في كل حمل. الموضوع بسيط، بس كل ما تفكروا صح وتخططوا لحياتكم صح هتعيشوا حياة سعيدة بدون ما نبدأ نرمي التهم على بعض. اصل انا خلفت دون عشان اخوك دون، او خلفنا دون عشان اخوك دون او اختك دون، احنا يبقى عندها تماما نخطط صح لحياتنا، نمشي فكراتنا صح عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله بذريه صالحه. في نهايه الفيديو ربنا يا رب يرزقكم مشاكل الحياه اللي يسعد ايامكم ويرزقكم ذريه صالحه ويكتب الشفاء لكل اطفالكم. وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم قصه وحكايه، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.